Peach and Moon. Ladies and gentlemen, نبدأ الفايت ده فايت من نار. بانج بيلعب ضد يوسف العربي. انا متابع بوكسنج جيم والماتش مولع نار من اول ثانيه. بانج لعب ضد عبد المنعم هنا في نايت مير اللي فاتت وخسر الماتش، وعايز الماتش ده يثبت نفسه تاني. يوسف العربي دخلت العربويه، كان لابس اللبس العربوي. مش بشوف ماتشات خالص في الكلينش في النص كده، الكيج قليل قوي دلوقتي لما اشوف حاجه كده. صح؟ اوه العربي، عربي بيعمل كده فظيعه دلوقتي. توب بوزيشن هاف جارد. الجارد ابتدى يتفتح شويه، المفروض تبقى اسهل دلوقتي انه يتحرك يمين. حاجه شبه لوك داون شويه صح؟ بس هو برضو كل هو خايف قوي ان هو يتاخد جراوند اند باوند من هنا. العربي كده كده اصلا يعني ممكن يجراوند اند باوند، مش لازم ان هو يباس الجارد، بس هو بيدور ان هو يباس الجارد. الكلان ارم تراينجل تاني اتمت اهي. النهارده الناس كلها بتعمل ارم تراينجل، بس العربي بيفكر ان هو يخلص سبمشن على فكره، بيحاول يروح لبوزيشن احسن من اللي هو فيه، وهو اوريدي بوزيشن حلو. بس بيفتح سكك لنفسه، بيفتح سكك للاوبوننت بتاعه ان هو يهرب، وده اللي حصل دلوقتي حالا. بيلعبوا وزن كام؟ بيلعبوا وزن 84 كيلو. ميدل ويت ديفيجن. بانج نا اكسبلوسيف قوي. المشكلة ان الواحد الاكسبلوسيف ده بعد فترة وما بتبقاش فترة طويلة. مجهوده بيروح منه. بيشحر على طول. بالظبط. نايس كومبينيشن. دلوقتي في كوره مرعبه طول ما في نفس لسه. بالظبط بالظبط. نايس فرونت كينك من بانجنا. بيوتيفول لو لاج كيك. بانجنا بادي من لفت بانجنا. اوه العربي بيلعب بياخد سترايك جامده قوي. بانجنا دلوقتي هو اللي بيدور على التيك داون. معاه الاندر، معاه البادي لوك. مرعبة مرعبة. اوه باينا بريفرس وبياخد. اوه العربي ريفرس. العربي الناس كلها بتسقف ورايت في ليسون، يستحق التسقيف على الحركة دي. حركة فظيعة جدا من العربي، بيريفرس البوزيشن بعد ما كان بوزيشن وحش في ساعتها. ما عادش ثانية واحدة بوزيشن وحش العربي. بيثبت لنا هو قوته في المصارعة والجوجيتسو. لعب ماونت بوزيشن، ممكن يخلص الماتش هنا بقى بالجراوند اند باوند. بس باينة قوي قوي، باين على جسمه حتى.
لا لا لا، ما مش حاسس ان في هنا، مش حاسس ان الناس بتحب تريسك ان هم ياخدوا سبمشن وهو ممكن يسترايك. دلوقتي ريسك. انا عن نفسي ميال، ام بايست، هروح للسبمشن الصراحه. بحب اقفل الترينجل اون توب، ماونت ترينجل، مش عارف ليه مش مستخدمه قوي في الام ام اي، مش بنلاقي كتير قوي ماونت ترينجل. اخر واحده شفناها كان حبيب ضد جيستن جيتشي، وفي الاخر نزل على ظهره. كان دونالد سيروني ضد كاوبوي التاني البرازيلي دي، كان مع انه كان في بوزيشن حلو وراح مخلصها ماونت ترينجل ولفه برضه. ايه صح، الناس اللي نتكلم عليه صح. العربي الصراحة بيلعب حلو جدا، عجبني ستايله قوي. انا ميال ان هو ياخد الماتش ده بصراحة، حاسس ان هو هيكسب الماتش ده. نايس فرونت كيك. بص بقى، باجنا مهزوز خالص، مهزوز جدا. تاني اوه على البطن، المرة دي في البطن. حتى هو مهزوز بطن. العربي بيهز باجنا، شكله هيخلص الماتش ده. انا حاسس ان الماتش ده مش هيكمل الراوند دي الصراحه. العربي قوي قوي. ليفت هوك، ليفت هوك فظيع من العربي. لوكي قوية قوي. انا خايف العربي يكون بيتعب دلوقتي. بس الصراحة انا مش شايف اي تحرك كويس لبان. تيك داون فظيعة من العربي. العربي واثق من نفسه قوي ان هو ياخد تيك داون زي دي، عنده ثقه بنفسه عاليه قوي. ارم باجنا قافل على دماغه، بس اتس يوسلس خالص الحركه دي. هو بس بيحاول يمنع ان هو يتاخد بانشز، بيحمي نفسه دلوقتي. بس العربي هيقوم دلوقتي وهيجراوند اند باوند. ما هو خلاص بيدور على الارم لوك، بيدور على الهيد لوك. اتس تايت وبيقرب منه، ومسك رجله اليمين، مسك رجله الشمال سوري. بس بانج نا بيهرب، والعربي بيحاول يروح لها تاني. دارس تشو، جريت سبلاي اوف جوجيتسو الصراحه. يوسف العربي بيست بيرفورمانس سو فار بالنسبه لي. واو، بيوتيفل ديسبلاي اوف جوجيتسو. دارس شوك شكلها حلو قوي بصراحه. بصراحه
وانا كمان. جوانا باي انا كوندو.